اهلا وسهلا اعضاء مدنس فيبر جروب مدنس فيبر تشانل رجعت لكم النهارده معايا ريفيو جديد هنتكلم فيه على مود جديد المود هي اتش سيجار دي ان اي ايفولف خلونا دلوقتي نعمل الانبوكسنج بتاع ال في تي 75 نانو من اتش سيجار ده البوكس زي ما انتم شايفين اللوجو بتاعها و75 نانو هنا ده اللون اللي معانا انا طبعا كنت جايبها على ان هي الاورنج بس لما شفت لونها لقيته اقرب للجولد من الاورنج بس هو لون مميز الحقيقه وعجبني جدا هنا كاتبين ديزاين باي اتش سيجار هارت بيت باي ايفولف عشان الشيبا اللي جواها دي ان ايه 75 باي ايفولف الناحيه التانية عندنا لوجو اتش سيجار وهنا حاطين زي باركود كده اتش سيجار في تي 75 نانو وهنا السيريال نمبر بتاع الديفايس بتاع بتاعك هتلاقيه مكتوب عليها من تحت هنشوف دلوقتي لما نطلعها في الظهر عندنا اللونين الاسود والاحمر بتوعها بس انا بحب الالوان المميزة فخرجت عن المألوف وجبت اللون الاورنج او الجولد كده مفيش حاجة تانية في العلبة خلينا نفتح العلبة بوكس ده نشيله هنلاقي برضو مكتوب هنا ديزاين باي اتش سيجار هارت بيت باي ونفس اللي مكتوب هناك هنفتح مع بعض الكتالوج بيبقى عندك هنا فوق ده عباره عن اليوزر مانيوال بتاعها وكل حاجة انت محتاج تعرفها عن الكيت بتاعتك اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي وده الوارنتي كارد بتاعها والسيريال نمبر بتاع الديفايس مطبوع على الوارنتي كارد بتاعك عندنا هنا في الجنب في زي مكان نسحب منه ده لفوق هنلاقي اليو اس بي كيبل بتاعنا والداتا ترانسفير كيبل عشان الابديتس دي الموض نفسها كده مفيش حاجه تانيه عندنا في البوكس عندنا دلوقتي القطعه الفنيه من اتش سيجار النانو الفي تي خمسه وسبعين بجد قمه في الشياكه وقمه في الجمال هنا عندنا اتش سيجار مكتوبه بالطريقه بتاعتهم وهنا اللوجو بتاعها في تي خمسة وسبعين نانو ودي انحناء هنا كده عشان المسكة بتاعتها تبقى سهلة ولذيذة وهي مسكتها جميلة جدا في الايد حقيقي يعني دلوقتي خلونا نقرب منها ونشوفها ان ديتيل هنا عندنا الفاير باتن وهنا في ليد صغير لمبة وهنا عندنا الشاشة بتاعتنا وهنا البلس والماينس بتوعنا الزراير كليكي كويسة جدا هنا اليو اس بي كابل هنا عندنا انجريفد اللوجو بتاع اتش سيجار او الكلمة بتاعتهم الطريقة بتاعتهم نفس الفونت وهنا برضو اللوجو انجريفد مش برينتد يعني تقدر تحس بالحروف بتاعته محفورة في تي خمسة نانو ايه رأيكم في اللون اعتقد انه مميز جدا هنا عندنا البطارية مدخل البطارية انجريفد عليه برضو زي ما انتم شايفين كلمة اتش سيجار هنا وده الفنتنج هو الوحيد اللي فيها وده السيريال نمبر اللي احنا قلنا عليه اللي مكتوب على الوارنتي كارد واللي مكتوب على الستيكر اللي ملزوق على العلبة من بره هنا عندنا السنتر بن بتاعها والسنتر بن القطعه دي بتتشال هوريكم دلوقتي لما بنشيلها بنلاقي ايه تحتها وأقولكوا لكم ليه بتتشال كده احنا شلناها وتحت هنا هنلاقي مكتوب عندنا برضو انجريفنج اتش سيجار والناحية التانية قصادها ايفل اهي اتش سيجار وايفل هنا عشان لو وقع منك ليكويد او حصل ليكج من الليكويد تقدر تنضفه دي بس هي كده معرفش ليه عاملينها اصلا ملهاش اي ستين لازمة <applause> اول ما تقف معاك اقف خلاص ما تلفش عليها اكتر خلونا دلوقتي نجيب بطاريه ونحطها ونتكلم على المنيوز بتاعتها هي ما تختلفش اي حاجه عن اي منيو بتاع دي ان ايه تانية. خلونا نجيب البطاريه ونركبها هنا بقى في عندي مشكله ودي تعتبر بالنسبه لي ثامب داون في المود دي على قد ما هي حلوه بس هي حاجه عقيمه شويه حته الباتري دور دي ان انا عشان افتح دي وانا ما عنديش دوافر متعبه جدا والمشكله ان هي ما بتترفع ما بتثبتش بتستناش بتنزل تاني شايف دي بقى لازم امسكها كده فنصيحه بدل ما تلفوها هي انا من رايي تثبتوا ايديكم عليها وتلفوا المود نفسها هتلاقوها اسهل بكتير ومش هتفلت منكم لو عملتوها بالناحيه التانيه ان هي اللي تتلف كل شويه هتفلت منك وتطلع عينك اصل لجوه برضو تمسك وتقفل تمسك وتقفل وترجع عكس تظبط مكانها وتلف المود نفسها مش الدور ده عشان هو اللي هيفلت منك وهيطلع عينك عشان تقعد تقفله وتفتحه بس كده خلاص اتقفلت ندوس على الفاير باتن هنلاقيها بتنور وبعدين اللوجو بيطلع بعد كده بتقولك هي فيها ايه الله انا جايب بطاريه فاضيه ما شاء الله ما علينا الموت زي ما قلنا خمسه وسبعين هنطلع بيها الخمسه وسبعين هي بتجري اهي خمسه وسبعين واط. لحد الواحد واط. طبعا مفيش حد بيشرب على واحد واط. بس اهي موجوده اهو طيب لو دوسنا خمس دوسات على الفاير باتن هتعمل لوك ومش هتشتغل اي حاجة هتيجي تدوس عليها هتقول لك لوك دي عشان لو هتشيلها في جيبك هتشيلها في الشنطة هتحطها يعني مش هتستعملها عشان الزرار ما يتدسش بالغلط والكويل اللي جوه يتحرق ممكن تقفلها كده عايزين نشغلها هندوس خمس دوسات هتفتح تشيك اوتومايزر عشان مفيش اوتومايزر راكب هنا عندنا الانديكيتورز اللي على الشاشة عندنا الانديكيتور بتاع البطارية عندنا المقاومة اول حاجة عندنا الفولت عندنا الامب اللي خارج من البطارية للكويل اللي موجود جوه ودي المقاومة ودي الوات بتاعنا اللي هنشتغل عليه ده البلس وده الماينس بعض المنيوز بتاعتها احنا قلنا دلوقتي ان هي خمس دوسات بتطفي خمس دوسات بتفتح دلوقتي لو هي على اللوك زي ما هي كده لو دوسنا على الاتنين دلوقتي دول عشان نغير الفهرنهايت او السيليزيوم بندوس عليها هي اول ما تدوس هتقول لك hold to change temperature وهتدخلك على طول على التمبريتشر مود هي كانت على وعشرين سيليزي لما تطلع كده لفوق بالسيليزيوم هتوصل لغايه 300 وهتعمل اوف لو نزلت تلتمية سليزي لو نزلت لتحت خالص هتبدا من عند الفهرنهايت هي بتبدا من 600 فهرنهايت اهي لحد ما تنزل تاني بالسيليزيوم وترجع للفهرنهايت سيليزيوم وهكذا يعني وانت تشوف انت بتحب السريزم او الفرنايت الاثنين واحد طبعا هي قيم مختلفه لدرجه الحراره فشوف انت بترتاح على انهي واحده طيب عايزين نقفل اصلا التمبريتشر بندوس على الاثنين هولد تو تشينج تمب واطلع لغايه اخر القيمه هتبقى اوف وادوس على الفاير خلاص هي كده مقفوله لو فتحنا المود خمس دوسات هي كده هي تشيك اوتومايزر يعني شغالة ودي لمبة الليد اللي انت شايفينها اهي لو دوست كده تشيك اوتومايزر طيب يعني كده هي مفتوحة طيب لو دوست على الاتنين دول وهي مفتوحة هتدخلني على اللوك مود للباتنز يعني هتقفل الزراير بمعنى ان انا لو دوست عليهم هتقولي باور لوكد هولد اب وداون مع بعض اللي هما بلس وماينس فكده هي دوسي دوسة كده خلاص هي كده قافلة اللوك لو دوسنا بقى مرتين لفوق هنخش على البريسات بتاعتها يعني هنا نو بريسات نيكل ميتين هنا بريسات ون بريسات تو هنا الستانلس ستيل تلتمية وستاشر هنا التيتانيوم وهنا النيكل ميتين وهنا الباور كنترول او الوات احنا على الوات عايز تفتح تاني بتدوس دوسة طويلة هتفتح معاك هتقدر تلعب في القيم بتاعتك تاني زي ما انت عايز ده بالنسبة للمينيوز هي بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة المينيوز بتاعتها خلونا نطلع نحط عليها التانك ونتفرج على ادائها في التانكات الضعيفة وفي التانكات القوية المود رائعة انا بشربها دلوقتي وحاطط عليها الكليتو الكليتو 0.4 وبشرب على 60 واط ضربه الدي ان ايه ما يختلفش عليها اتنين بجد انا عندي التريد ال 200 ودي اهي عندي الوزمك ال الثلاث بطاريات برضو الدي ان ايه ما ينفعش نختلف عليها بجد في ضربتها لا في سرعتها في الضربه ولا في ضربتها بجد مفيش ديلاي تك تك تلاقي ادوس تضرب على طول ادوس تضرب تعالوا نحط عليها التانك الثاني الماوث لانج اللي انا بشرب عليه 1.5 اوم ونتفرج على ادائها معاه برضو هيبقى عامل ازاي وهو ده تقريبا المين اللي بشرب عليه دلوقتي انا رجعت تاني وركبت عليها الكيفن الفي V3 الميني ده تقريبا السيت اللي انا بشربه عليها دايما هو البلاك الفيرجن البلاك فشكله حلو جدا معاها زي ما شفتوا كده في الصور في الاول الفيديو ناخد باف ننزل الاول عشان ده 1.4 الكويل احنا كنا على ستين هنخليها على خمستاشر واط يلا ناخد باف كده مع بعض ونشوف الاداء بتاعها رائعه مفيش ديلي سموثي الضربه مظبوطه الايكو طالع مستوي منها مظبوط هي دي الدي ان ايه بصراحه اي حد بيدور على الحجم الصغير ده واللي بيحب يستعمل بطاريه واحده المود دي بتاعتك لو انت بتدور على حاجه ديوربل قويه تستحمل معاك تعيش معاك المود دي بتاعتك المود رائعه طبعا انا ما جربتش بتاعها لان انا ضد انترنالي انا بحب الشارجنج اكسترنالي فانا مش هتكلم على عن عنها لكن ادائها بالنسبه للبطاريه بتقعد معايا يوم كامل كمان عشان انا بشرب نيكوتين عالي 12 فانا السيشنز بتاعتي في الـ في البافنج ما بتبقاش كتيره والكونسبشن بتاع الليكويد كمان دي نقطه مهمه جدا بقى قليل جدا ما بقتش كونسبشن ليكويد كتير كنت زمان بشرب بال 60 مللي في اليوم وفي ناس قريبين مني عارفين الكلام ده كويس لكن دلوقتي لأ الكنسبشن بتاعي ممكن التانك ده يكمل معايا اليوم كله عشان الناس اللي بتقول الفيب مش موفر انت اللي بتخليه مش موفر مش هو اللي مش موفر هعمل ريفيو او هعمل فيديو عن ازاي الفيب يبقى موفر ازاي حضرتك تقدر تقلل الكنسبشن بتاعك من الليكويد لان بجد اللي انا بشوفه الايام دي في حرق كتير الموضوع عيوبها بالنسبه لي ان هي الماتيريال الحديد ده بيتخربش الاسود اللي عليها بيتخربش السيل الذهبي ده ما الباب بتاع البطاريه كان نفسي يبقى الميكانيزم بتاعه اسهل من كده لان بيفلت كتير وبي ومستفز يعني لحد ما تاخد على انك انت تطلعه كده تفتحها وتمسكه وتلف المود نفسها هي اللي تلف مش ايدك اللي ماسكاه عشان هيفلت منك كذا مره ولو ضوافرك زي ضوافري هتتعذب اي حاجة تانية في المود ما عنديش فيها اختلاف ما عنديش اي تعليق عليها رائعة بجد اي حد بيفكر يقتني المود دي هتبقى worth your يعني بجد كل جنيه هتدفعوا فيها هتاخد بيه اداء شكرا لكم متابعتكم اتمنى ان الريفيو كان عجبكم ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير شكرا لكم واشوفكم في ريفيوهات جديدة سلام عليكم <applause>